السلام عليكم، تحية للمغاربة أينما كانوا وارتحلوا داخل وخارج أرض الوطن. شكرا بزاف على الرسائل ديالكم واللي كتراسلونا وداكشي. الله يخطيكم، الله يجازيكم بخير، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أمور غادا في تحسن من الناحية الصحية. المهم نخليو هذا الموضوع هذا حتى من بعد، الله يجازيكم بخير. كاين شي حوايج اللي ما غاديش تقدر تبقى ساكت عليهم وخاصك تخرج تهضر فيهم كيف ما بغات تكون الظروف ديالك بحكم الحب ديالنا لهذا الوطن، بهذا الوطن. فتحية للمغاربة أينما كانوا وارتحلوا داخل وخارج أرض هذا الوطن، حيت حنا هنا وبرا كتار، اللهم لك الحمد. ما كاينش شي دولة وشي بقعة في العالم ما تلقاش فيها مغربي. الراية الحمراء، النجمة الخضراء، البلاد. وموتوا يا حساد، موتوا يا حساد، موتوا يا حساد. هاد اليومين هادي كلشي شاف بطبيعة الحال واحد وبعض الفقاعات اللي وصلتنا من النظام الجزائري، حيت كيصيفطوا فقاعات هما، ماشي شي حاجه صحيحه، وكاين فقاعات كداول وغنعلنوا الحروب ونعلنوا. تخلعنا اخوتي انا راه مقبله وانا بحال هكا. يلاه دابا راه داكشي باري باش وقفت باش نصور هذا الفيديو. الناس هنا راه ما كاينش شي واحد ناعس، كلشي مخلوع. البكا اللي عنده شي ورد فرقوا، اللي عنده شي رحيل جمعوا باش نهربوا من البلاد، وكاد تخلعنا ديال بصح. تبون مال كتبون مال، وكنبغيو نجبدوا سميت كنحشموا، والدينا كيتفرجوا فينا وعائلات كبار كيتفرجوا فينا، ما عندنا ما وهادشي اللي عطا الله اخوتي سمحوا لينا، ولكن راه سميتو تبون حاشاكم. الشعب الجزائري الشقيق عزاز وغاليين، ولكن درتو خطا، ما لقيتو ما تختاروا في الرؤساء غير هاد السميه هذه. ها الخاتمه غتكون بحال هكا، غتكون متبتبنا. عيب عيب عليك تبون هاد السخونيه اللي بغيتي كتسخن فوق البر. راه سخونيه الراس كتسالي بالكلاص، تيكوني با تيكوني. واتونسيون، المغرب راه ما خدامش مع هادشي ديال مالك مزغب، حيت هي السياسة اللي باش خدام بها النظام الجزائري. مالك مزغب، المغرب دار لينا وكذا، المغرب ما مسوقش، المغرب جاب لي عينو سميتو المغرب مكالمي، المغرب هو اللي السبب ديال العافية اللي شعلات، ماشي حنايا. المغرب هو اللي حبس الشتا، ماشي المغرب هو اللي دار الزلزال. المغرب كاين المغرب. دابا الكونسونطراسيون ديال تبون حاشاكم خلى المشاكل الداخلية، حيت شوف عطاني واحد جزائري جزاه الله خير، عطاني واحد التحليل. وهذا الشيء اللي كيفرح هو انه كاين ملايين ديال الجزائريين عندهم تقريبا نفس التفكير وفاهمين اللعبه، فاهمين شنو واقع عندهم هما، كيف ما كاين عندنا بزاف ديال المغاربه فاهمين حتى هما المشاكل ديالهم الداخليه. حنا الفرق بيننا وبين النظام الجزائري هو المغربي الا كان عنده شي مشاكل داخليه كيعالجهم هنا، كنعالجهم بيناتنا، نحلهم بيناتنا، ماشي غير من حيت حنا عندنا مشاكل داخليه نمشيو نطحنوا اولا نوضوا صداع مع موريطانيا مثلا. راه كتبان هذه بلاده من التسيير ديال دوله، ديال رئيس اللي كيبان ما فورمي ما والو، ما عنده علاقه لا بالرئاسه لا والو. هذا الجزائري هذا شنو قال لي بصريح العباره وتحيه ليه، قال لك اودي شنو واقع النظام الجزائري هو كاين مشاكل داخليه خطيره جدا، فالدوله فهمات بان الشعب كاين واحد الحراك، كاين واحد الحراك. انا ماشي دابا كنقول لكم بحال هكا زعما ديك اللعيبه ديال نوضوا ديروا، ولكن هادشي اللي قالوا الجزائريين، كاين حراك داخلي. علاش؟ حيت عندهم مشاكل في المعيشه، مشاكل في الماكله، مشاكل في التعليم، مشاكل ممكن نقولوا مشاكل الغراق ديال المشاكل. الناس ما لاقيه ما تاكل وهما كيشريو الخرده ديال السلعه، راه كيشريوها الخرده. الناس ما لاقيه باش الخضره البطاطا شحال وصلات وكذا، وهادي شنو قالوا؟ قالوا بما انه كاين هاد المشاكل الداخليه مع الشعب وفي اي لحظه ينوض حراك نشدو في شي واحد، فهمتيني، نلقطو في المغرب ونوضو صداع ونوضو حرب باش الشعب يقول لا خاصنا نكون مع بلادنا كيف ما كانت الظروف. اخوتي خاصنا نشوفو المراركة شنو كيديرو اخوتي ونوضو نحاربو. قديم هادشي سي تبون حاشاكم، غنبقى نقول سمية الدراري، غنبقى نسميو حاشاكم الا كان ممكن حاشاكم. قديم هادشي السي حاشاكم، قديم. يوجهوا بالامم المتحده، هي خرجت اليوم ببلاغ كيف ما كتشوفوا في الصوره، قالت بان المغرب ما عندوش علاقه بدوك الانفجارات. ايوا شتي دابا تلقاك انت فجرتي وليدات بلادك غير باش تلصقها في المغرب. وحشومه
وكتقلبوا على السبه باش نديروها. حنا ما غنضاربوا، حنا ما مساليينش، شي حتى الحرب الحرب وما مساليينش لها. ودابا المشكل هو ملي كتهضر مع النظام الجزائري كتقول علاش هاد العداوه وعلاش هاد الشيء وكذا، من غير انه الحمد لله الامور غاده مزيان اقتصاديا، والامور غاده مزيان تنمويا، والامور غاده مزيان دبلوماسيا، والعلاقات الخارجيه ديال المغرب مع بزاف ديال الدول غاده مزيان. ملي كتقولوا شنو المشكل ديالكم بالضبط مع المغرب، ما كيلقاوش الجواب. مؤخرا ولاو كيديروا واحد الجواب كيسميوه زعما جواب ما كيقنعوا به راسهم، ديال ان المغرب دار اليد في اليد مع اسرائيل. شغلك ماشي شغلكم، حنا نديرو اليد في اليد مع البوذيين، حنا نديرو في اليد في اليد مع الهنود الحمر. الاخر ديال الاستراليا نجبدو شي قوم من تما ونديرو معاهم في اليد في اليد، نتوما ماشي شغلكم. وزعما كتهضروا غيرة على فلسطينيين، شنو عطيتو لفلسطين نتوما؟ حرشوا فلسطين والقوة العظمى، حررتوا شي فلسطين، درتوا شي حل؟ ما درتوش شي حل، غير الدواوة والبلا بلا، وما لقيتوش السبب فين تشدوا شديتوا في هذه. ولا سولتوا فلسطينيين قلت لهم شكون هو الشعب اللي كتحسوا به واقف جنبكم وشكون اللي عز عليكم، غايقول لك المغاربة. والله ما عارفين تزير فين كاينة، بالله العلي العظيم. إذا لا بغيتوا تجيو شي حاجة، بغيتوا تقصدوا كيقول لك قصد العوينة تشرب، مابقاش ديرها وتحوم كذا. بغيتي الحرب ما مساليينش، غنساليو أخوتي وغنضربوا لك التليفون وغنقول لك ان شاء الله الرحمن الرحيم امتى غنديروا الحرب امتى. واللي كيهضر بزاف راه ما كاين والو، الطيار قاعد و... وجايبين السلاح وهادي وغادي نكبو كبا كيف النحل. كاين واحد صيفط لكم السوير خصيف من الوسط باق نخوي القاره الافريقيه، ويناش نوصلوا هادشي، حيتاش خوتنا في الجزائر عزاز علينا وحنا عزازين عليهم، وخاوة خاوة. وغتلقى فاس مع جزائري ولد الشعب ومع ولد الشعب المغربي، ما كنظنش غادي 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 تحاربوا. خلى سيدنا كاين كاين مغاربه وسط الجزائر، وكاين الجزائر وسط المغاربه وسط المغرب. فالله يهديك النظام الجزائري على راسك وهاد الجهد وهاد القوه. وحنايا كيهضر عاد ملي كيبدا يهضر في داك، حنايا راه ما نسكتوش، حنايا اللي قرب منا ما نسكتوش، ما نخليو راه اللي جبدنا حنا بربك بربك. وهاد الجهد ديرو لداخل بطاطا صاحبي، ولات كتعطى في الخطبه صافي سير صافي سير 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 صافي سير. والله الا بطاطا شفناها في واحد عطينا في خطبه خاطب بها بنت جايب تخبر صافي سير. الله يسهل الله يسهل لك تبو، الله يسهل لك مغاربه. تكونسونطراو تكونسونطراو في الداخل، عندنا حنا ديالنا ديالنا بيناتنا حنا في الجواز وهاد الشيء وديالنا المشاكل هنا، نساو داكشي حيت ما كاين والو كاين والو. فز كيف تز